يواصل ملتقى التوظيف الذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة فعالياته لليوم الثاني على التوالي لتوفير 7000 فرصة عمل لجميع المؤهلات والتخصصات، وذلك بالتنسيق مع جامعة بنها والأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية. يشمل البرنامج تدريبا تكنولوجيا للتعرف على أهم البرامج اللازمة للتوظيف وكيفية كتابة السيرة الذاتية وإجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل، وكذلك كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض. حتى الآن استقبلنا أكتر من 3000 متقدم للعمل وراغب في التوظيف، بيشارك معنا أكتر من 55 شركة ومصنع من مختلف التخصصات، وكمان بيشارك معنا شركات ومصانع بتستهدف المتقدمين اللي بلا مؤهل أو اللي تم محو أميتهم من مؤسسة حياة كريمة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. طبعا النهاردة بيستمر الاستقبال الحاشد والاستقبال للمواطنين اللي موجودين والمتقدمين، وبيتم الموضوع بشكل منظم عن طريق تسجيل المتطوعين وعن طريق الأرقام المنظمة. كان أكتر من 3000 راغب للعمل، استقبلناهم طبعا بداية من الساعة 9 صباحا، الناس بدأت تتوافد على الملتقى، بدأنا ناخد الناس وندخلهم على المدرجات، قعدناهم تباعا، وبعد كده الفريق المجموعة الموجودة معايا بدأنا ناخد ونسجل في البيانات بتاعتهم. حاولنا بأقصى قدر ممكن ان احنا نسجل كل الناس اللي موجودة في الاستاد النهاردة. لقيت وظائف متعددة تشمل تخصصات كتير، عجبني اكتر من وظيفة، وبتقدم امن الابليكيشن بتاعي ومستنية رد من الشركات. لقيت التنظيم بشكل كويس، في ناس بتاخدني من اول ما بدخل الباب لحد ما بقعد، وبينزلوني عشان ابدا اتقابل مع الشركات بتاع الملتقى. فريق الاستقبال فريق منظم جدا وموفر عدد كبير، يعني جميع سبل الراحه كانت متوفره لينا واحنا داخلين، ما خدناش وقت. بعد كده دخلنا على المدرجات، فريق التنظيم وجهنا لاكثر من 55 شركه، دخلنا على جميع الشركات، لقينا فرص كتير متوفره لينا. فاحنا بنشكر مؤسسه حياه كريمه على توفير الفرص داخل الشركات،